الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة اتدرب فريق النادي الأهلي الصبح، وطبعا بيواصل استعداداته لمواجهة وفاق صديف الجزائري يوم 23 أكتوبر اللي جاي في مدينة صديف الجزائرية. والنادي الأهلي إن شاء الله بكرة هيلعب كمان مباراة ودية مع فريق الاتصالات استعدادا للقاء العودة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهتكون أكيد دي فرصة كويسة جدا للجهاز الفني إن هو يجهز البودلة والمصابين اللي اتعافوا خلاص من إصابتهم ويقدروا إن هم يقفوا برضو على مدى قدرتهم للمشاركة في اللقاء المهم أكيد قدام وفاق صديف الجزائري. بكرة كمان منتخب مصر هيواجه إن شاء الله سوازيلاند في إمبابان عاصمة سوازيلاند في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا. المباراة دي بإذن الله هتكون الساعة 3 العصر وثلاثة عصر بتوقيت القاهرة. أكيد طبعا هنناقش الكلام ده كله وأخبار تانية كتير خلال حلقتنا النهاردة. ضيفنا النهاردة الأستاذ محمد سيف الناقد الرياضي في وكالة أنباء الشرق الأوسط. أكيد هستنى مشاركتكم من خلال صفحاتنا على الفيسبوك وإنستجرام وتويتر. هنبتدي معاكم بأهم عناوين حلقتنا النهارده. غدا الأهلي في مواجهة ودية مع المصرية للاتصالات. تدريبات مكثفة للاعبين في استاد التتش. كارتيرون يركز على الضربات الثابتة في التمرين. تزايد فرص سعد سمير وفتحي وعاشور في اللحاق بمباراة سطيف. المنتخب الوطني جاهز لمواجهة سوازيلاند غدا. الأهلي يحصد 70 ميدالية في بطولة بلغاريا للسباحة. وهنبتدي دلوقتي معاكم حلقتنا بأهم العناوين اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. الأهرام طوارئ في الأهلي قبل رحلة الجزائر يوسف للاعبين، الجماهير لن ترضى إلا باستعادة لقب دوري الأبطال الأفريقي. الأخبار الأهلي يجهز صلاح محسن للقاء سطيف. الأخبار المساء الأهلي يستعيد قوة الضاربة، الفريق يسابق الزمن لاستعادة المصابين أمام وفاق سطيف بدوري الأبطال. روز اليوسف كارتيرون شايل هم أفريقيا. اليوم السابع كارتيرون يدرس إعادة شريف إكرامي للتشكيل بعد بطولة في أفريقيا. المساء كارتيرون يطلب الرحيل من استاد السلام، المدير الفني للأهلي يناشد مجلس الإدارة للبحث عن ملعب بديل لتفادي الإصابات. نروح سريعا معاكم لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم. هنبتدي مع الاخبار. الاخبار قال الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي ان حاله صلاح محسن لاعب الفريق في تحسن كبير، وان هو بيشارك في التدريب وفقا لبرنامج خاص بيخضع ليه خلال الفتره الحاليه عشان يجهزوه بنسبه 100% ويكون متواجد بقوه في التمرين وفي المشاركه في المباريات الرسميه. اكد كمان طبيب النادي الاهلي ان صلاح محسن هيكون متواجد مع الفريق خلال رحله الفريق الجزائر، وان هو ما فيش عنده اي سبب طبي يمنعه من السفر مع الفريق استعدادا لمواجهه وفاق صديف الجزائري. كمان صلاح محسن اكيد كان اشتكى من اصابه في العضله الضمه بعدته عن التواجد مع المنتخب الوطني الاول ومشاركه كمان في التمرين الجماعي مع الفريق للنادي الاهلي. كمان روز اليوسف قالت ان باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي صرح وقال ان الجماهير الجزائريه جماهير متحفزه ومتحمسه في تشجيع فرقها لما بتلعب على ارضها، وده بالتاكيد بيصعب من لقاء العوده قصاد وفاق سطيف الجزائري. واكد كمان كارتيرون ان هو متعود على الاجواء دي بسبب طبعا تجربته السابقه مع فريق مازامبي الكونغولي، وقال كمان ان هو عارف ان اللعب في الجزائر بيكون صعب على اي منافس بسبب الحماس الزايد للجماهير في المدرجات. وكمان اكد كارتيرون ان النادي الاهلي بيمتلك لاعبين اصحاب خبره كبيره ويقدروا ان هم يتعاملوا مع المواقف الصعبه، وكمان يقدروا ان هم يتعاملوا مع حماس جماهير المنافس.
نروح معاكم لليوم السابع. اليوم السابع قال ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده باتريس كارتيرون بيفكر ان هو يستعين بشريف اكرامي كاساسي في حراسه مرمى النادي الاهلي بعد البطوله الافريقيه، وده عشان يحافظوا على لياقه اللاعب البدنيه والفنيه، وكمان عشان يكون جاهز بصوره كويسه لحراس مرمى الفريق في اي وقت بجانب طبعا محمد الشناوي، وعشان يكون الفريق برضو بيمتلك حارسين على نفس المستوى الفني والبدني. نروح للمسا. المسا قال ان طلب باتريس كارتيرون من اداره النادي الاهلي ان هم يغيروا ملعب السلام، الملعب الرسمي للنادي الاهلي اللي بيخوض عليه مبارياته بسبب سوء ارضيه الملعب واللي بتؤدي لاصابه لاعبين كتير من الفريق فعلا في الموسم او في الفتره اللي فاتت. تابعنا معاكم اهم كلام الجرايد، دلوقتي ميعادنا نشوف معاكم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي لكن على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يغادر للجزائر صباح الاحد المقبل. الاهلي ينهي ميرانو الصباحي بفقره للتسديد على المرمى. صدى البلد: التصويت على المرمى، التصويب على المرمى سلاح كارتيرون في الاهلي. الوطن سبورت: درس خصوصي من كارتيرون للاعب الاهلي في التمرين الصباحي. بوابة أخبار اليوم: شريف إكرامي ينتظم في ميران الأهلي. بوابة الشروق: تدريبات تأهيلية لسعد سمير في تمرين الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: معلول يؤدي جلسة في الجيم. أجاي ينتظم في برنامجه التأهيلي في الأهلي. فيتو كارتيرون يمنح لاعب الأهلي راحة سلبية الأربعاء. بوابة الأهرام: طاقم أردني لإدارة مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: بعثة رجال اليد الأهلي تصل للمغرب. الموقع الرسمي للأهلي: جوهر نبيل، هدفنا الفوز في بطولة أفريقيا لليد. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يحصد 70 ميدالية في بطولة بلغاريا الدولية للسباحة. وسباحة الأهلي تبدأ اليوم معسكر إعداد في بلغاريا. عشان نعرف اخر استعدادات فريقنا فريق نادي الاهلي النهارده بعد طبعا تدريبه الصباحي، معانا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي هيطمنا طبعا عن اخر الاستعدادات الخاصه بمباراه وفاق سطيف الجزائري، واكيد طبعا الاستعداد لمباراه بكره المباراه الوديه مع المصريه للاتصالات. مساء الخير عليك يا كريم. مرحبا بيك فيما انا فيك، وانا طبعا بكل الكلام في الميديا في كل مكان. النهارده طبعا بالفعل استعدادات قويه جدا للنادي الاهلي، استعدادا لمباراه الاهلي وتصفيه ان شاء الله يوم 23 فبراير. النهارده كان التدريب الصباحي في الساعه 9 الصباح، لكن بدا 9:30 كان في رابطه المشجعين الفلسطينيين. النهارده كانت قاعدتها بدعم النادي الاهلي في كل المباريات. النهارده كانوا متواجدين قبل انطلاق المران ب 25 دقيقه حول المقاومه بدعم فريق النادي الاهلي ببعض الكلمات، التقطوا معاهم بعض الصور التذكاريه. يمكن ده بروتوكول معروف عن رابطه المشجعين الفلسطينيين اللي بتكون متواجده باستمرار داخل النادي الاهلي. لو بنرجع للتدريب الخاص بفريق النادي الاهلي النهارده، يمكن لسه فتره كبيره جدا لهذه المباراه، بيحاول ان هو يضع كافه اللاعبين في حاله تركيز شديده جدا، وده اللي احنا شايفينه من خلال الكران. النهارده كانت محاضره فنيه داخل الملعب لمده 15 دقيقه، يعني من الكلام اللي احنا سمعناه من فتره بيحاول ان هو يشد من اجل اللاعبين باحترام اكثر من مره على حماس الجمهور الجزائري هناك. ممكن يكون بعض المضايقات هناك في الجزائر، لكن عندنا لاعبين من خبره كبيره جدا في النادي الاهلي. الامر يمكن اللي بيفعل الجهاز الفني بيفعل اللاعبين عوده الدفاع الكبير وكابتن صلاح محمود النهارده بيشاركوا في التدريبات، يمكن شاركوا امس بالنسبه للتدريبات، النهارده كمان مشاركه في التدريب بشكل كامل دون اي شكوى من الاصابات. يمكن مبشر جدا لان يمكن فقدنا عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي خلال المباريات الماضيه، لكن استعدت ان شاء الله لهؤلاء اللاعبين تفرق معانا بشكل كبير جدا في مباراه الفتره. غدا باذن الله يمكن الاهلي والاتصالات، اذا كان تم تحديد فريق المنافس لفريق النادي الاهلي ليكون اخر استعداد لمباراه الفتره الجزائري غدا ان شاء الله
هي الساعه 3:30 عصرا تكون على ملعب مختار اتش في مباراه الاهلي والاتصالات. هيحاول فيها بشكل كبير مستر باتريس والكابتن محمد يوسف رؤيه اللاعبين اللي لسه راجعين من الاصابه. في لعيبه كتير عايزين من الاصابه، لعيبه ما بتشاركش بشكل كبير. هيحاول ان هو طبعا يضع كل الامور على الخط فنيا كده في المباراه، وان شاء الله بيتمنى ما يبقاش في اي اصابات في هذه المباراه. حاطين عدد كبير جدا من اللعيبه فالنهارده ان شاء الله بيتمنى غدا في مباراه الاهلي والاتصالات يكون اللعيبه حذرين جدا من تعرضهم لاي اصابه. تاكد على كلامك انتظام شريف اكرامي كان غاب امس عن الانتخابات لظروف طاقه لي، لكن النهارده منتظم في الانتخابات وكان بيتدرب كمان قبل انطلاق المران. مساء الجميل النهارده كمان كان في جرعه تدريبيه لي قبل انطلاق المران. الامور ان شاء الله شيء تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي باذن الله سواء الانطلاق الفرد او المباراه الاهم والاقوى وهي مباراه التصفيات الجزائيه. بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. نرجع بقى ونكمل معاكم باقي التفاصيل اهم منشطات وعناوين الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي اللي اتنشرت على مواقع الانترنت، وهنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان بيتوجه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي للجزائر صباح يوم الاحد الجاي ان شاء الله، استعدادا لمواجهه وفاق صديق الجزائري اللي هتقام يوم 23 اكتوبر الجاري في اياب نص نهائي دوري ابطال افريقيا. وانهى الجهاز الاداري في النادي الاهلي الاجراءات الخاصه بالسفر والمحدد دي الساعه 9 صباحا يوم الاحد الجاي يوم 21 اكتوبر. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان واصل فريق النادي الاهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش في الجزيره استعدادا لمواجهه وفاق سطيف الجزائري المقرر ل 23 اكتوبر الجاري في الجزائر في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. اختتم الفريق تمرينه بتدريبات للتصويب على المرمى. الوطن سبورت كمان قالت ان اوقف باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي تمرين الفريق النهارده اكتر من مره عشان يصحح الاخطاء الفنيه للعيبه استعدادا طبعا لمواجهه نادي وفاق سطيف الجزائري في دوري ابطال افريقيا. ووجه كارتيرون للعيبه بعض الجمل التكتيكيه عشان ينفذوها، كمان صحح لهم بعض الاخطاء الفنيه اللي كانوا بيقعوا فيها او بالتحديد بيقع فيها خط الدفاع. كارتيرون كمان قام بتوجيه لاعبي الهجوم تصحيح تحركاتهم ورا دفاع الخصم. نرجع مرة تانية نكمل معاكم بقية أخبارنا الخاصة عن النادي الأهلي من مواقع الإنترنت. وبوابة الشروق قالت إن أدى سعد سمير مدافع النادي الأهلي تدريبات تأهيلية بالجري حوالين الملعب قبل انطلاق تمرين الفريق النهاردة الصبح على ملعب التتش في الجزيرة، ورجع سعد سمير للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد ما تعافى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية واللي بعدته عن مباريات الفريق الأخيرة. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان خاض التونسي علي معلول الظهير الايسر للنادي الاهلي تدريبات تاهيليه على هامش تمرين الفريق النهارده الصبح، وده طبعا ضمن البرنامج التاهيلي واللي تم وضعه للاعب لعلاجه من الاصابه بالمزق في العضله الضمه. رجع معلول للقاهره وبدا امبارح تدريباته التاهيليه عشان يتعافى من الاصابه اللي تعرض ليها في مباراه وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. الجهاز الطبي للفريق كان اعلن عدم حاجه اللاعب لاي تدخل جراحي على ان هو يؤدي بس برنامج تأهيلي لمدة 3 شهور عشان يتعافى من اصابته.
كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان انتظم نيجيري جونيور اجاي لعب النادي الاهلي النهارده الصبح يوم الاثنين في تنفيذ برنامجه التاهيلي بخوضه لتدريبات تاهيليه في الجيم بعد ما رجع من بلاده امبارح يوم الاحد. وكان اجاي حصل على اذن من الجهاز الفني انه يسافر لبلده عشان يطمن على اسرته قبل ما يرجع امبارح يوم الاحد ويبدا النهارده في استكمال برنامجه التاهيلي واللي بيواصل تنفيذه كمان خلال اجازته الخاصه في نيجيريا. طبعا زي ما احنا عارفين ان اجاي كان اتصاب قبل كده بقطع في الرباط الداخلي للركبه في مباراه تاونشيب اللي اقيمت في بوتسوانا ضمن طبعا منافسات الجوله الرابعه من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. نروح معاكم لفيتو. فيتو كمان قالت ان قرر الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي منح اللعيبه راحه يوم الاربعاء اللي جاي على ان يستأنف الفريق تمرينه يوم الخميس اللي جاي استعدادا طبعا لمواجهه وفاق سطيف الجزائري. زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي بيلعب مباراه وديه بكره ان شاء الله مع فريق الاتصالات عشان يجهزوا اللعيبه خصوصا طبعا الناس اللي لسه راجعه من اصابه واللي شاركوا في التدريبات الجماعيه خلال الفتره الاخيره. كمان بوابة الأهرام قالت إن استقر الاتحاد العربي لكرة القدم على اختيار الأردني أدهم مخدمة حكما لمباراة النادي الأهلي والوصل الإماراتي في دور ال 16 من البطولة العربية كأس زايد وبيستضيف النادي الأهلي نظيره الوصل يوم الأحد اللي جاي أو الموافق عفوا 28 أكتوبر على استاد السلام ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من البطولة العربية للأندية. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان وصلت بعثه الفريق الاول لكره اليد الرجال في النادي الاهلي للمغرب عشان معسكر اعداد طبعا قصير استعدادا للمشاركه في منافسات بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري واللي بتقام في الكوت ديفوار في الايام اللي جايه. وصلت بعثه النادي الاهلي برئاسه جوهر نبيل عضو مجلس الاداره وهيبدا الفريق الاستعداد لخوض مباراه وديه خلال الساعات الجايه ان شاء الله. الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان صرح جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق الاول في بطوله افريقيا للانديه الابطال ابطال الدوري واللي بتقام في الكوت ديفوار خلال الايام اللي جايه ان الفريق بيسعى ان هو يفوز بلقب البطوله الحاليه وان المركز الاول هو الهدف الدايم للنادي الاهلي من المشاركه في اي بطوله. وكمان قال ان مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب مدي اهتمام كبير جدا لبطوله افريقيا اللي بتمثل اهميه للنادي وللجمهور جماهير وكمان في ثقه كبيره جدا في قدرات الجهاز الفني واللعيبه وطموحاتهم في حصد اللقب. لسه مكملين مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان فاز فريق السباحه في النادي الاهلي ب 70 ميداليه متنوعه في ختام منافسات بطوله بلغاريا الدوليه واللي بتعتبر اهم البطولات المؤهله لبطوله طبعا العالم للسباحه القصيره. وجت نتائج النادي الاهلي في البطوله كالتالي: في منافسات الاولاد توج النادي الاهلي ب 17 ميداليه ذهب 10 ميداليات فضه و9 ميداليات برونز. في منافسات البنات فاز النادي الاهلي ب 10 ميداليات ذهب 15 ميداليه فضه و9 ميداليات برونز. حصل كمان عمر عيسى سباح النادي الاهلي على كاس ثاني افضل سباح في مرحله العمومي رجال وحصلت ياسمين ممدوح على كاس ثالث افضل سباحه في مرحله عمومي انسات. حصل احمد سامح السعيد على كاس افضل سباح في مرحله الناشئين. لسه مكملين اخبار فريق السباحه من الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان فريق السباحه في النادي الاهلي متواجد دلوقتي في بلغاريا. طبعا الفريق زي ما قلت لكم فاز ب 70 ميداليه في البطوله وهيبتدي النهارده ان شاء الله معسكر في بلغاريا استعدادا لبطوله الجمهوريه واللي هتبدا ان شاء الله في نهايه اكتوبر الجاري بناء على الموعد اللي حدده اتحاد السباحه. وترجع بعثه السباحه للقاهره يوم 20 اكتوبر الجاري وفقا للميعاد المحدد. وكمان بيرأس البعثه ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وبتضم البعثه 55 سباح وسباحه من النادي الاهلي. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا. خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا ومعانا دلوقتي عبر الهاتف كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي من بلغاريا. مساء الفل على حضرتك.
مساء الخير، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله دايما كده منورنا، والف الف مبروك على 70 ميداليه اللي حققوهم ال 55 سباح وسباحه من النادي الاهلي. طبعا هم الو اتفضل سامعاك. هو حضرتك اجمالي الميداليات 70. عمر عيسى الحمد لله سباح، عمر عيسى خد ثاني احسن سباح في البطوله. صحيح. عندنا ياسمين ممدوح خدت ثالث احسن سباحه، وعندنا احمد سامح خد احسن سباح في الناشئين. في الناشئين. الف الف مبروك طبعا. انجازات كبيره ومهمه جدا. وبعدين احنا سمعنا كمان ان شاء الله من النهارده عندكم معسكر في بلغاريا. احنا عندنا معسكر، احنا في جيش ضمنا ابتدينا حتى حضرتك الكلاديني، وانا طلعت من بره التسكين عشان الاولاد بيتمرنوا هم كلهم في التسكين، لان احنا عندنا بطوله الجمهوريه ان شاء الله هتبدا كمان ثلاث اسابيع بالظبط. طيب ده جديد على النادي الاهلي المعسكرات الخارجيه دي؟ الاستباحه؟ هو البطوله، هي البطوله عشان يبقى بس حضرتك فاهمه، البطوله كانت ثلاث ايام، والمعسكر خدنا ثلاث ايام وهنرجع ان شاء الله، يعني هي البطوله احنا كده على البطوله على طول. فاحنا ابتدينا ثلاث ايام وبعد كده المعسكر ثلاث ايام وان شاء الله راجعين الاربع ان شاء الله. طيب في ناس كتير بتسال البطوله دي يعني ايه؟ البطوله دي بتاهل لكاس العالم، بطوله بلغاريا للشورت كورس. مؤهله لكاس هي للشورت كورس ولسينا، هي دي في الجد في الكالندر بتاع لسينا ومؤهله، والحمد لله احنا عندنا اربع سباحين تاهلوا الحمد لله. طيب هو الناس طبعا بيسالوا لان هم عارفين ان بطوله العالم او كاس العالم والحاجات دي بتكون خاصه بمنتخبات مش بانديه، فعشان كده الناس بتسال. لا هي خاصه، بص حضرتك هو الرقم اللي بيأهل، وانت كده يعتبر احنا من النادي الاهلي اهل تبع مصر، احنا لما بنبعت عن طريق الاتحاد. مظبوط كلام حضرتك. صحيح. بس هو النادي بيمثل مصر في البطوله دي. صحيح. فحضرتك دلوقتي احنا السباحين اتاهلوا عندها بارقامهم بيروحوا الاتحاد، والاتحاد بيسفرهم او ما بيسفرهمش، دي بقى قرار الاتحاد. فبيمثلوا النادي الاهلي المصري. صحيح. هي السباحه مختلفه لان السباحه بارقام، اللي بيحقق الارقام اللي بتبقى محطوطه هو اللي بيكون ليه حق ان هو يسافر او يشارك. مزبوط. في بطولات معينه. بشكرك جدا جدا استاذ كابتن وائل عزت، منورنا دايما في كلام في الميديا، والف الف مبروك على انجازات فرق السباحه اللي حضرتك طبعا ماسك منصب مدير العاب الماء في النادي الاهلي. بشكرك جدا على وجودك معانا، ونرجع مره ثانيه نكمل معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا، ونروح بقى لاهم الاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. بوابه الاهرام ابو ريده يكشف حقيقه اعتبار لاعبي شمال افريقيا محليين. سوبر كوره، المنتخب الوطني يؤدي اليوم تدريبه الوحيد في سوازيلاند. الوفد ابو ريده يحتوي ازمه الجهاز الفني الطبي. اجيري يطالب اتحاد الكوره باقامه مباريات المنتخب بالدفاع الجوي. الوطن اجيري يعدل تشكيل الفراعنه قبل مواجهه اسواتيني، والجهاز الفني يفاضل بين ورده والشحات للقيام بدور محمد صلاح. الشروق، احمد علي اصابتي قدر وساسعى للانضمام للمنتخب مره اخرى. اليوم السابع، التأشيرة بتمنع محمد صلاح من السفر لكرواتيا للعلاج بعد إصابة سوازيلاند. في الأهرام، صلاح يتصدر نجوم ليفربول في تقييم الإنجليز لأفضل الدوليين. الأهرام المسائي، الودية الثانية للمنتخب الأولمبي يواجه الإمارات وتغييرات من جانب غريب. سوبر كورة، تقديم مباراة مصر وروسيا في أولمبياد الشباب 120 دقيقة. فيتو، عادل عبد المنعم، عشقي للأهلي يمنعني من الانتقال للزمالك. سكاي نيوز، ليفربول يتلقى ضربة ثانية بعد إصابة صلاح. أعس الأسبانية، مشجعو إنجلترا يثيرون الشغف في إشبيلية قبل مواجهة أسبانيا. نروح معاكم لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي، وهنبتدي مع بوابه الاهرام اللي قالت ان هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره كشف عن حقيقه اعتبار لعيبه دول شمال افريقيا الجزائر وتونس والمغرب وليبيا لعيبه محليين في الدوري المصري بدايه من شهر يناير اللي جاي خلال فتره الانتقالات الشتويه القادمه. ابو ريده قال ان القرار لم يتخذ بشكل اعتبار اللاعبين محليين ولن يتم تطبيقه في يناير كما تردد، والامر لا يعد كونه مجرد
دراسة بعيدة عن التطبيق. وكمان قال هاني أبو ريدة أن الدوري يجب أن يستمر بشكله الحالي ولائحته التي بدأ بها لنهاية الموسم وبدون أي تعديلات في اللاعبين الأجانب، باعتبار اللاعب الفلسطيني والسوري بس هم لعيبة محليين وأربع لعيبة أجانب فقط، وممكن كمان أن يتم دراسة موقف اللاعب السوري نهاية الموسم الجاري واتخاذ قرار ببقائهم كمحليين أو كمان اعتبارهم كأجانب وتطبيق قرار جديد بشأن لاعبي شمال أفريقيا. موقع سوبر كورة قال إن المنتخب الوطني خاض تدريبه الوحيد النهاردة في سوازيلاند الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة، وده كان طبعا استعدادا للقاء منتخبنا الوطني الأول بكرة في الميعاد نفسه ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية. التمرين أقيم على ملعب استاد مافوسو واللي بيحتضن مباراة بكرة إن شاء الله. بينضمنا دلوقتي عبر الهاتف كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة ورئيس لجنة تحكيم في اتحاد الكورة. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. منورنا في الكلام في الميديا وفي قناة النادي الأهلي، وأكيد بنتكلم مع حضرتك النهاردة. عايزين نعرف منك آخر أخبار القرار أو القرار اللي احنا سمعنا أنه هيتنفذ في الدوري المصري الممتاز باعتبار اللعيبة اللي جايين من شمال أفريقيا أن هم لعيبة محليين، بعد ما اعتبرنا من الموسم اللي فات أن لعيبة فلسطين وكمان لعيبة السوريين بيتعاملوا نفس معاملة اللعيبة المحليين. طبعا الخبر ده يمكن ضايق ناس كتير قوي، وسمعنا كمان بعض التصريحات من اعضاء اتحاد الكوره زي دكتور كرم كردي اللي قال ممكن ننفذ فعلا الكلام ده، لكن في حاله ان احنا قررنا ان احنا نسرح المنتخب. في ناس كتير كانوا شايفين طبعا ان القرار ده هيعود سلبا على منتخبنا الوطني الاول وكمان على فرص تواجد اللعيبه المحليين وكمان تصعيد الناشئين وان هم يكون عندهم فرصه ان هم يظهروا في الدوري الممتاز. والله هو الموضوع بسيط جدا ولكن تناول في وسائل الاعلام في شكل غريب شويه. هو الموضوع كان في فكره في الاجتماع الاخير لاتحاد شمال افريقيا اللي هو بيضم خمس دول، مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا. خلال هذا الاجتماع تم طرح هذه الفكره اعتبار انهم اعتبار لعيبه شمال افريقيا ان هم مش لاعبين محترفين وان يكون اللعيبه يعني بشكل حر في الدول دي وليس كمحترفين كلعيبه اجانب، يعني ما يتمش اعتبارهم كلعيبه اجانب. ده الاقتراح لقى بعض القبول من رؤساء الاتحادات اللي هي اتحاد شمال افريقيا وقرروا انه يفكروا في هذا الموضوع في الاجتماع القادم في المغرب، الاجتماع شمال افريقيا في المغرب. فهذا الاجتماع هياخدوا القرار النهائي. القرار النهائي هو ده اللي هيقرره رؤساء الاتحادات في اجتماعهم القادم في المغرب، هل هيوافقوا على هذه الفكره؟ هل هيأجلوها للموسم القادم؟ هل هيبدأوا تنفيذها مثلا من موسم الانتقالات الشتوية في يناير؟ ده الموضوع بكل صراحة وبدون أي إضافة لشيء أو المزايدة على شيء، هو ده الموضوع اللي حصل ولازم بنفسهم بشكل بعد التفكير طبعا في الفتره اللي احنا فيها دي الناس بتفكر وهيكرروا في يعني كابتن عصام دي مجرد فكره طرحت اثناء اجتماعات الكاف اللي كانت موجوده في شرم الشيخ. لكن فكره قويه الحقيقه عشان نكون. طب انا لو سالت حضرتك رايك شخصيا هل ده هيعود بالايجاب ولا بالسلب على الكره المصريه وبالتحديد على المنتخب؟ بص حضرتك انا رايي يعني مش راي فني. احنا لازم يكون المديرين الفنيين في الدول دول قاعدين يفكروا دلوقتي هل ده هيعود بالفائده على الكره في بلاد شمال افريقيا او لا. واعتقد هيجتمعوا المديرين الفنيين للخمس دول دول وهياخدوا القرار من هنا قرارهم هيوصلوا له رؤساء الاتحادات، وفي النهايه رؤساء الاتحادات في الاجتماع اللي هيكون ان شاء الله هيتم انعقاده في المغرب هياخدوا القرار في النهايه هل هيتم تطبيق هذا الاقتراح او لا. فخلينا ننتظر اراء الفنيين المديرين الفنيين في الاتحادات الخمسه وفي النهايه نشوف القرار النهائي اللي هيتم اتخاذه في اجتماع رؤساء الاتحادات في المغرب ان شاء الله في شهر 12.
ان شاء الله، ولكن حتى الان هي مجرد فكره مطروحه. هو مجرد اقتراح ومطروح بقوه عشان نكون صادقين، وفي بعض الدول يعني مؤيده هذا الاقتراح زي تونس مثلا، تونس مؤيده هذا الاقتراح بشكل كبير ان هي تنفذه يعني. فهنشوف اراء بقيه الدول في الاجتماع اللي هيكون اجتماع يعني هيحدد بشكل نهائي هل الفكره دي هترى النور او لا. طيب هو حضرتك ما ينفعش تكون معايا على التليفون وما اسالكش على الفار، ايه اللي هيحصل؟ اتفضل. والله الفار احنا بدانا الحقيقه العمل بشكل جاد في الفار، مستنيين طبعا الشركه الراعيه طبعا هي وعدت ان هي تشتري الاجهزه. احنا في تعاون عاملينه مع الاتحاد الافريقي لكره القدم، عاملين هم من يوم 24 ل 29 عاملين ندوه عن الفار زي معسكر عن الفار، وجايبين افضل الحكام الافارقه، وان شاء الله هيشاركوا مجموعات من الحكام المصريين، يعني هيكون في تعاون معاهم في هذا الكورس، وفي مشاركه من الحكام المصريين للاستفاده من هذه التجربه، وان شاء الله الامور ماشيه بشكل صحيح، ونتمنى ان الاجهزه تيجي في اسرع وقت ونبدا نشتغل بشكل عملي على تدريب الحكام لمده معينه، وهيتم المراقبه من الاتحاد الدولي لهذه التجربه لحين ما نصل الى الاستعداد الكامل لان احنا ننفذه على ارض الواقع، وناخد الموافقه من ايساب اللي هي المجلس الدولي التشريعي لكره القدم اللي هو صاحب الفكره. طالما خدنا الموافقه بنبدا نشغل. ممكن نشوف تقنيه الفار في الدوري المصري الممتاز من الدور القادم ان شاء الله، ولا يمكن من الموسم القادم؟ ممكن الحقيقه لو الامور مش زي احنا ما متوقعين، وان احنا نحاول نضاعف العمل في الفتره القادمه، ممكن يتوافق عليها من الايفاب اللي هو المجلس الدولي التشريعي، وممكن ننفذها من الدور الثاني. لو يعني تاخرنا ممكن يبقى مع بدايه الموسم. طيب خليني برضو اسال حضرتك عن التعاون ما بين الحكام المصريين والحكام التوانسه، وشفنا ان الفكره دي يمكن ما قبلتش استحسان كل الانديه، هل الاتفاقيه دي لسه قايمه لحد دلوقتي؟ هل هنشوف تحكيم تونسي تاني في مصر؟ او تحكيم من شمال افريقيا؟ اي تجربه لازم في الاول نشوف التجربه دي هل نجحت او لا. اول حاجه، انما الناس لما تحكم على تجربه ان هي فشلت بدون حتى ما يدرسوا التجربه ويشوفوا ايه الايجابيات والسلبيات، يبقى ده كلام مش صحيح، واحنا ما بنفكرش بالطريقه الصحيحه. اولا الطاقم التونسي اللي جه حكم مباراه المقاولين ببيراميدز عمل مباراه جيده جدا. بعدها ب 10 ايام زي ما قلنا ان ده تبادل، راح طاقم عندنا حكم مباراه مهمه. يمكن ظروف بس لقاء بيراميدز والمقاولين ان كان في مشكله في الحكم الخامس، وان ما كانش في حكم، وان كان في ثلاث حكام بس، يمكن هي دي بس كانت الازمه اللي صدرت ان في ازمه في التحكيم التونسي اللي جه مصر. احنا لما يكون في ازمه نتكلم على اخطاء حصلت في المباراه. الازمه احنا بنصدر الازمات، لكن الازمه هل سببها ايه؟ احنا لازم نتكلم عن اداء التحكيم التونسي هنا. صحيح، ما حدش اتكلم عن الاداء التحكيمي، لكن اتكلموا عن ظروف اللقاء والملابسات اللي حصلت. اللقاء بالظبط، عن الملابسات اللي حصلت. نفس القصه عندنا طاقم تحكيم بقياده محمود البنا راح حضر ديربي تونس، مباراه مهمه جدا في الدوري التونسي ما بين الصفاقسي والترجي التونسي، واعتقد ان الاشاده كانت من الطرفين بعد المباراه ومن الاعلام التونسي باداء التحكيم المصري. فاذا التجربه نجحت بشكل كبير، ونتمنى انها تستمر، لان في النهايه ايه الفكره؟ الفكره ان انا استفيد من خبرات الاخرين والاخرين يستفيدوا من خبراتي، لكن لما انا اجيب حكم اجنبي الحكم الاجنبي هو المستفيد الوحيد، هياخد خبرات من اداره مباريات في اجواء مختلفه هنا في الدوري المصري، وهياخد فلوس كتير ويقعد في فندق خمس نجوم، وفي النهايه نجح او فشل محدش هيحاسبه. صحيح. طيب احنا يا ريت نفكر بشكل عقلاني ونشوف اي تجربه بنقوم بيها نشوف ايجابياتها وسلبياتها، ومن خلال ده نقدر نشوف نقدر نكمل فيها او لا. شكرا ليك كابتن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ورئيس لجنه الحكام، نورتنا اكيد في كلام في الميديا، ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم بقيه اخبارنا المحليه، وبنوصل للوفد. الوفد كمان قال ان هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره اتدخل عشان يحتوي ازمه حصلت جوه الجهاز الفني للفريق بعد تصريح طبيب المنتخب محمد ابو العلا، واللي اكد خلالها ان الجهاز الفني ما غيرش محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الاول وليفربول الانجليزي، برغم ان اللاعب اشتكى من ألام خفيفة في بداية مباراة سوازيلاند. وكشف أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أن محمد صلاح اشتكى من ألم خفيف في العضلة الضمة في بداية المباراة، ووضح أن هو تواصل مع نظيره في ليفربول اختاره بحالة صلاح ولن يغيب لفترة طويلة محمد صلاح.
كمان الشروق قالت ان احمد علي مهاجم فريق المقاولين العرب اتكلم عن حزنه الشديد بعد طبعا استبعاده من معسكر منتخب مصر لمواجهه اسواتيني او منتخب سوازيلاند ضمن تصفيات كاس الامم الافريقيه 2019 بسبب اصابته. علي كمان قال ان هو حزين بسبب استبعاده واكد ان هو هيسعى بكل قوه عشان ينضم مره ثانيه للمعسكرات المقبله للمنتخب الوطني من خلال التركيز مع المقاولين العرب في المباريات اللي جايه عشان يقدر يكون متواجد مع اجيري مستقبلا. نروح لليوم السابع واللي قال ان مصدر في المنتخب الوطني كشف عن محاوله محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي التوجه لكرواتيا للخضوع لفتره تاهيل سريعه مع واحد من الاطباء المشهورين هناك في اوروبا. طبعا هو مشهور في علاج اصابات الاجهاد واللي بيتعرض ليها محمد صلاح كتير في العضله الضمه عشان يقدر ان هو يخف منها او يتم شفائه منها تماما. المصدر كمان وضح ان محاولاته بقت بالفشل بسبب عدم قدرته الحصول على تاشيره خلال الساعات اللي فاتت، وده اللي خلاه يقرر ان هو يرجع لانجلترا ويخوض هناك العلاج مع احد الاطباء الانجليز. كمان موقع سوبر كورة قال ان اللجنة المنظمة لأولمبياد الشباب والمقامة دلوقتي في الأرجنتين قررت ان هي تعدل ميعاد مباراة منتخب مصر للشباب قصاد روسيا في الدور قبل النهائي لكرة القدم صالات عشان تقام الساعة 11 مساء يوم الاثنين بدلا من الساعة 1 صباح يوم الثلاث. المفروض ان كانت تقام مباراة الأرجنتين والبرازيل الساعة 11 مساء يوم الاثنين ومباراة مصر وروسيا الساعة 1 صباحا يوم الثلاث، لكن تم تعديل المواعيد بسبب ان الأرجنتين طبعا عايزة تضمن حضور أكبر عدد من مشجعيها في مواجهة البرازيل. كمان بيتو قالت ان احمد عادل عبد المنعم حارس النادي الاهلي السابق والمقصه الحالي اكد ان هو ما كانش متوقع ابدا ان هو هيخرج من النادي الاهلي في اي يوم من الايام على الرغم من عدم مشاركته مع الفريق. عبد المنعم كمان اكد ان هو بيعشق النادي الاهلي ودايما هيكون مخلص للنادي الاهلي وده اللي منعه ان هو يروح لنادي الزمالك، وقال ان قميص النادي الاهلي شرف لاي لاعب. كمان سكاي نيوز قالت ان تلقى نادي ليفربول الانجليزي صدمه جديده بعد اصابه نجمه المصري محمد صلاح في المباراه الاخيره قصاد سوازيلاند، وتعرض المدافع الهولندي كمان فيرجيل فان دايك لاصابه خلال مشاركته مع منتخب بلاده قصاد المانيا عشان يلحق بالنجم المصري، ولا يزال طبعا فان دايك اللي هو عنده 27 سنه عنده احساس بالاجهاد او بالتعب متاثرا باصابته في ضلع من ضلوعه واللي عانى منها طبعا اثناء مواجهه ليفربول ساوثهامبتون في الشهر اللي فات. نروح لأس الأسبانية اللي قالت ان في مجموعات من المشجعين الانجليز اللي كانوا موجودين في اشبيليا لحضور مباراة منتخبهم مساء اليوم الاثنين قصاد المنتخب الاسباني في دوري الامم الاوروبية عملوا اعمال شغب وفقا لما افادت به مصادر امنية لوكالة الانباء الاسبانية. فالمشجعين المتعصبين الهاليجنز كانوا في حالة سكر وفضلوا يجروا في مجموعات كبيرة مختلفة عبر مناطق كتيرة في مركز المدينة وتسببوا في اضرار واتلاف للسيارات وكمان اتلاف للاثاث وحتى في مقاعد وطاولات الحانات اللي كانوا موجودين فيها. سريعا نروح معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم اللي نشروا نجوم الرياضه على صفحاتهم الخاصه على السوشيال ميديا. هنبتدي بالصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك واللي احتفلت بالذكرى حصول الفريق على لقب السوبر المصري ونشرت صورة للحظة الخاصة بالتتويج وكتبت زي النهاردة فريقنا بطل السوبر المصري للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 3-2، وسألت الجمهور أين شاهدت هذه المباراة وكيف احتفلت بعد الهدف الثالث. كمان نشر محمد الشناوي حارس مرمى نادي الاهلي صوره على تويتر مع محمد النني وتريزيجيه من معسكر المنتخب استعدادا لمباراه سوازيلاند بكره وكتب يا رب. كمان النني احتفل على صفحته على تويتر بعيد ميلاد زميله في الارسنال مسعود اوزال ونشر صوره ليهم مع بعض وعلق عليها عيد ميلاد سعيد يا مستر اسيست. كمان صفحه الارسنال على تويتر احتفلت برضه بعيد ميلاد اوزال ونشرت صوره ليه وكتبت لاعبنا رقم 10 بيبلغ ال 30 اليوم نتمنى ليك عيد ميلاد سعيد. كمان نشرت صفحه المنتخب الالماني على تويتر صوره من سفر الفريق لباريس استعدادا لمواجهه المنتخب الفرنسي بكره في دوري الامم الاوروبيه.
احتفل برضو ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الالماني النهارده على صفحته على تويتر بعيد ميلاد المدير الفني للفريق كوفاتش، وكتب: اتمنى لي كل الخير في عيد ميلادك، استمتع بيوم رائع. كمان صفحة المان يونايتد على الانستغرام احتفلت بعيد ميلاد لعيب الفريق السابق أندي كول، ونشرت صورة ليه وعلقت عيد ميلاد سعيد أندي. صفحة نادي يوفنتوس الإيطالي على تويتر نشرت فيديو لمشوار لاعب الفريق السابق تريزيجي بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت: دايما ما يحرز الأهداف ويقدم أفضل ما ليه، عيد ميلاد سعيد ديفيد تريزيجي. تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع. نروح معاكم لصفحة كأس العالم على تويتر، واللي احتفلت بعيد ميلاد ديدي شامب مدرب منتخب فرنسا حامل اللقب الأخير للمونديال، ونشرت صورة ليه مع أسرته بعد التتويج، وكتبت: عيد ميلاد سعيد ديدي شامب. نروح بقى لكريستيانو رونالدو اللي نشر على الانستغرام فيديو لمهارات ابنه في كرة القدم. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. نشر كمان سيرخيو راموس صورة على الانستغرام قبل مباراة المنتخب الاسباني مع انجلترا في دوري الامم الاوروبية، وكتب: مباراة مهمة مع هدف واضح تأمين المركز الاول، نتوقع الافضل منا ومنكم. كمان انطوان جريزمان نشر صورة مع زميله في المنتخب بول بوجبا، وكتب: الاصدقاء القدامى هم الافضل. اخيرا نشرت صفحة داتش فوتبول على الفيسبوك صورة لستيفن جيرارد نجم ليفربول الإنجليزي مع كاس دوري أبطال أوروبا، وكتب: مثل اليوم منذ 15 عام أصبح ستيفن جيرارد قائد لليفربول. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع، ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده الاستاذ محمد سيف الناقد الرياضي في وكاله الشرق الاوسط. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد سيف الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير على حضرتك. منور. مساء النور عليكي وعلى مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. منورنا اكيد النهارده في كلام في الميديا، واكيد عندنا كلام كتير جدا نتكلم فيه مع حضرتك النهارده، واكيد الحدث الاهم هو مباراه بكره، مباراه منتخبنا الوطني الاول قصاد سوازيلاند. المباراه طبعا اللي هتقام الساعه 3:30 او 3 بتوقيت القاهره. عايز اعرف من حضرتك توقعاتك ايه للقاء ده، وشايف فرص مين اكبر فيه؟ والله اصل هي التصفيات الافريقيه، التصفيات المؤهله لدور لبطوله الامم الافريقيه اللي هتقام في الكاميرون في شهر يونيو اللي جاي بتفكرني بايام برادلي مع المنتخب المنتخب المصري. برادلي لعب مع الفرق الثلاثه اللي معاه 6 مباريات خد 18 نقطه. احنا غالبا يعني هنفوز بكره ان شاء الله. يمكن نفوز بعدد كبير فوق 2 أو 3 أو أكتر. وبعدين هيبقى عندنا المحك الرئيسي والمقياس على تونس، مباراة تونس التي تقام في القاهرة. مصر لم تفز على تونس في مصر منذ سنة 1977.
عندما لعبنا معهم في ده من 42 سنة. عندما لعبنا معهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والمباراة اللي أحرز فيها كابتن الخطيب الهدف الأسطوري بتاعه اللي لعبه بكعبه اللي نزل كان مصاب ولعب ربع ساعة جاب هدف يعني أسطوري في عتوقة حارس المرمى التونسي الأسطورة أيضا وأظن كابتن مصطفى عبده سجل يومها ففزنا 3-2. بعد كده ما شفناش مصر فازت على تونس في القاهرة كما لم تفز عليها في تونس كل لقاءات في تونس يا إما تعادل أو فوز لتونس صحيح. فده يعني احنا انا عندي اعتقاد ان المدرب المصري المدرب الاجنبي بيخوض مباريات كانها تدريبيه يعني مفيش منافس قوي ضعف المنافس مفيش يعني. ضعف المنافسين اسواتيني دي سوازيلاند والنيجر يعني دي اربع مباريات لازم هنفوز رايح جاي ونهزمنا فيبقى عندنا المحك وهنعرف المنتخب ده ماشي ازاي وايه والراجل ده بدايه من لقاء تونس لا ما هو اللقاء هيكون وحيد هذا اللقاء الوحيد في المجموعه وبعد كده راحه طويله لغايه ما نشترك في البطوله احنا هنتاهل خلاص احنا هي كانت المساله كانت هتبقى صعبه لما كان الفرق المشاركه في البطوله 16 فريق فكانوا بياخدوا من كل مجموعه فريق واحد لكن دلوقتي واحسن واثنين في احسن ثواني او اربعه في احسن ثواني فدلوقتي خلاص احنا ضامنين التاهل لكن هو انا ليا مآخذ على هذا المدرب ومعه الكابتن هاني رمزي عايزين يعملوا غيروا جلد الفريق وغيروا القوام الاساسي للفريق اللي لعب في كاس العالم ده لعب في كاس العالم من اربع شهور من كام شهر يعني ما يبقاش التغيير بالشكل ده وبالاسلوب ده وبالطريقه ده انت ما كنتش تملك الجراه ولا عندك الشجاعه انك تعمل هذا التغيير لو كنت هتقابل فرق قويه في التصفيات صحيح وما ينفعش يعني الوقت يعني حضرتك مع ولا ضد فكره ان احنا نستعين بلعيبه صغار سننا عشان نحضر ل 2022 لا نجمع بين الاثنين التغيير بقى الشامل يبقى بعد بطوله الامم الافريقيه يبقى عندك بعد من 2019 ل 2022 هيبقى عندك كاس العالم عندك ثلاث سنين لكن انت متغير من دلوقتي من شهر 9 و10 بعد كاس العالم مباشره تغير قوام الفريق واحنا خلاص داخلين على امم افريقيا مش مساله مش صح بس انت للاسف النتائج بتسندك يعني ازاي انت لاعب احسن ظهير ايمن في افريقيا احمد فتحي ما يلعبش مثلا ازاي لاعب صح جول الخطيب اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه اهو هو ده اللي شغال قدامنا دلوقتي هو نزل ربع ساعه الماتش ما كانش كان عنده اصابه في في العضله الضمه او كارتليج الشهيره زمان فازاي انت تسيب احمد فتحي وتسيب احسن مهاجم او صانع العاب في مصر دلوقتي وليد سليمان وازاي تسيب محمود علاء اللي هو المدافع القوي في الزمالك وهداف الدوري وازاي تسيب اوباما وازاي تسيب احمد جمعه في المصري يعني ما ينفعش كده انت ووليد سليمان ما انا قلت وليد سليمان احسن صانع العاب وهداف النادي الاهلي احسن صانع واحسن لاعب في الدوري المصري بصفه عامه صحيح يعني ده التغيير كان في اختيارات ظالمه تغيير مناسب بس تغيير بس مش في الوقت المناسب صحيح. التغيير مناسب بعد ما نخلص يعني دلوقتي يبقى نعمل مزج بين الخبره والشباب بنسب معينه يعني 50-50 خبره اعلى شويه والشباب وبعدين بعد ما نلعب كاس الامم الافريقيه في الكاميرون في يونيو ويوليو اللي جاي نبدا بقى نجهز قدامك ثلاث سنين كامله انما انت لو استمريت على هذا الفكر وهذا التعنت وعدم استماع للنصائح لان النتائج بتسندك ليس لكفاءتك وليس لعروضك القويه ولكن لضعف المنافسين ففي مآخذ عليه كتير يعني ما ينفعش تجيب ما انت تضم مثلا سام مرسي ده بيعمل ايه؟ عندنا سام مرسي بيجي بقاله سنتين جابوا له طب انا برضه عايز اسال حضرتك على حاجه يعني وليد سليمان ما انضمش برضه ايام هيكتور كوبر يعني ايه المشكله؟ يعني انا نفسي اعرف ايه المشكله؟ انا كل يوم بطلع هنا وبسال يا جماعه ليه وليد سليمان مش في المنتخب؟ ايام هيكتور كوبر كانت مساله شخصيه لانه زيه زي حسام عاشور مثلا لا هو كان هاجم المنتخب هو كان هاجم المدرب والجهاز الفني في احدى المرات اللي ما جابوهوش فيها فهاجموه وبعدين قعدوا يتعللوا يقول لك اصله بيلعب في نفس مركز محمد صلاح ما هو المركز لازم بيلعب فيه اثنين يعني وثلاثة واربعة ايه مشكلة يعني طب ما محمد صلاح مصاب دلوقتي هتدور انت هتلعب مين وردة ما هو انت ما عندكش حد يلعب في الجناح الايمن
وحسين الشحات اصلا مركزه كان ظهير ايمن، والسنه اللي فاتت لعب شويه في الخط الوسط وراح لعب في الامارات في خط الوسط لكنه ليس جناحا ايمن. يعني كان البديل المناسب وليد سليمان، كان ما هو اخطا برضه، اخطا المدرب السابق هيكتور كوبر في عدم استعانه بوليد سليمان. لكن هو في بقى بالنسبه لحسام عاشور، لان في حسام عاشور في 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 مآخذ عليه. حسام عاشور مدافع يفسد الهجمات ولكنه لا يبني الهجمات ولا يسدد على المرمى. يعني انت عارفه مثلا لما تدور على مودريتش، مودريتش في ريال مدريد، دوري مثلا على سامي خضيره مثلا في اليوفي، في لعيبه بتبقى هدافه بتهدف من خلال من منطقه خط الوسط. احنا عندنا في الاهلي، في الزمالك، في الاسماعيلي، ما فيش غير حسني عبد ربه اللي بيشوط على المرمى من بعيد. يعني الفرق زي ما وفاق الصيف هيلعب الماتش الجاي لازم هيقفل منطقه الدفاع تقفيل كامل عشان ما يبقاش في هجمات، فلازم. ولذلك كارتيرون بيدرب اللعيبه في النادي الاهلي على التسديد من خارج المنطقه. هو يعني للاسف هو حسام عاشور لاعب عظيم وكفء، بس في المركز ده ناس كتير فعلا وبيتميزوا عليه بانهم مش بيقطعوا الكوره فقط او يفسدوا الهجمات، لكن بيسددوا على المرمى وعندهم دقه في صنع الهجمات زي ما كان حسام غالي، زي ما كان حسام غالي وزي حسني عبد ربه. وفي لعيب هايل اسمه محمود عبد العزيز بيلعب في الزمالك، كان في الاسماعيلي قبل كده. فيعني حسام عاشور ما كانش ولا مره اساسي وله بدائل وعنده بدائل، لكن النهارده ما فيش بديل لوليد سليمان اللاعب رقم واحد في صناعه الالعاب في مصر، خليفه عبد الله السعيد او مع اختلاف الاسلوب والطريقه، وراجل لعيب هداف وصانع العاب ومقاتل يدافع ويهاجم وتتوفر في كل الهجمات. وازاي انت تستغنى عن احمد فتحي برضه؟ ده احسن ظهير ايمن في مصر، يعني ظهير مدافع مهاجم ويحرز الاهداف. فانت يعني انت بيخدمك النتائج نتيجه ضعف المنافسين. صحيح. لكن احنا هنشوفك وهنحكم عليك في الاختبار الحقيقي لما تلعب قدام تونس. ومن حسن حظك برضو ان بعد تونس مفيش حاجه. هتقعد بقى تعمل استادات مباريات وديه لغايه البطوله. صحيح. فده البطوله اللي جايه دي كانت هي يعني الوقت المناسب انك تستغنى عن عدد من اللعيبه الكبار، تحسب سنهم هيبقى تعمل احلال وتبديل ده من بعد مش تبقى طالع من بطوله كاس العالم تهد القوام الرئيسي للفريق. يعني ده انا اعتقد يعني اسلوب مش علمي ولا منطقي غير مدروس وكل الناس مش موافقه عليه. يعني انت شايف ان الاسلوب اللي اخده اجاري مع منتخبنا الوطني الاول كان غير مدروس بطريقه كافيه. وفي لعيبه متعاقبه مثلا زي سعد، عندنا سعد ايه؟ سعد سمير برضه وكهرباء، لانهم كانوا اتخانقوا ايام بطوله العالم هناك في خناقه حصل بينهم في روسيا. وفي لعيبه اللي هي كانت بتروح الغرفه بتاع حسام الحضري بتتصور وتطلع تعمل فيديوهات مع القنوات الفضائيه، وده كان خروج على النظام صحيح واداره الفريق. في لعيبه محرومه يعني فلذلك منهم كهرباء ومنهم سعد سمير، في مجموعه من اللاعبين هم ما اعلنوش عنهم لكن هم معروفين، خمسه معروفين. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك برضو بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول، شفت مين؟ احنا اتكلمنا عن اللعيبه اللي اتظلموا ان هم ما انضموش للمنتخب، شفت مين وجوده في المنتخب يعني ما كانش ليه لازمه؟ مين اللي تم استدعائه وانت راضي غير راضي عن استدعائه؟ ما انا بقول لك سام مرسي. سام مرسي يعني لاعب ويجن الانجليزي. لا في 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 كذا لاعب، يعني انا بلاش عشان ما ننتقدش حد وما نجمش حد وما نزعلش حد، لكن سام مرسي انت بتجيبه لا انت بتلعبه ولا بتستعين بيه، ده راجل سايح بتجيبه يقعد يعني من ايام هكتور كوبر ما اعجب بيه وجابه وعمل له الجنسيه، راجل ما ولهم المره اللي جربوه، مره جربوه في لعب شوط في احدى المباريات الوديه وكان كويس، ما انت بتجيبه وما بتستخدموش. يعني بتجيبه وما بتستخدموش يعني صحيح. يعني انت عندك لعيبه برضه في خط الدفاع ورا ما لعبتهاش، ولعيبه في خط الوسط وانت مثبت اللعيبه وما بتغيرش. يعني ففي ناس دخلت وملهاش لازمه، بس مفيش داعي بقى ان احنا ننتقدهم ونجرحهم يعني ما دام ملهاش لازمه فعلا. طيب خليني اسالك عن الازمه المستمره
أزمة محمد صلاح واتحاد الكورة والأزمات الخاصة بالإعلانات وبالدعاية لاتحاد الكورة ومحمد صلاح ودايما المشاكل اللي بتحصل ما بينهم. امبارح صرح وزير الشباب والرياضة أن الأزمة لسه مستمرة لحد دلوقتي. ما هو أصل احنا عندنا اتحاد الكورة يعني بيتشاطر يعني يعمل انه شاطر وذكي، لما يعمل الطياره اللي عملها حط عليها صوره محمد صلاح، ما في رعاه لمحمد صلاح، في رعاه لمحمد صلاح في ليفربول، لازم كنت تنسق معاه. يعني اولا هي مش حكايه جدعانه ولا فتوانه انك تجيب الاداريين اللي مسافرين رئيس البعثه على مش عارف مين وتخليه يقعد فيرست كلاس وتجيب له كل المميزات وتجيب اللعيبه دي مزنوقه في الايكونومي مثلا مش محمد صلاح بس، يبقوا قاعدين مزنوقين لا عارفين يقعدوا ولا عارفين يناموا ولا يعني السفر لازم تخلي يعني انت بتصرف ملايين الملايين. جت على كام تذكره بيزنس؟ نعم جت على كام تذكره بيزنس مثلا؟ جت على كام تذكره بيزنس رايح جاي. حتى ان شاء الله يتحملهم هنا ابو ريده من جيبه وهو قادر على كده. يعني انما انت يعني تدي المميزات للرئيس البعثه اللي مسافر ولا نائب رئيس البعثه ولا المساعد وتيجي على اللعيبه لازم تبقى وهي مسافره مرتاحه في الطياره، عايزه تنام، عايزه تقعد تاكل، عايزه تمدد رجليها، لازم تساعدها ولازم تبقى عارف. بس هم اتكلموا على الموضوع ده بالاخص، يعني قالوا انه ما فيش طياره هتبقى كلها كراسيها بزنس، لما نتكلم عن الطيارات اللي بتنقل معسكرات او مباريات. بس انا بتكلم دلوقتي مع حضرتك على تذاكر الطيران اللي بتجي لهم تاخدهم من بلدهم لمصر ايام المعسكرات. يعني لما بتاخد طياره خاصه انت بتنظم الكراسي زي ما انت عايز، بتشيل كراسي وتحط كراسي، تقدر تعمل في الطياره زي ما انت عايز. بس هم مش منتبهين للفكره دي. وساعات لما يبقى يعني بتشيل كراسي وتزود كراسي وتنقص كراسي يبقى اللعيبه مستريح. وفي حتى طريقه ثانيه يبقى في كل لعيب جنبه كرسيين فاضيين ينام عليهم يبدل. ما دي وسائل يعرفوها بتوع الطيران، بتوع اتحاد الكره ما يعرفوهاش، ما هم مش محترفين. وبعدين هم لما يجوا يستغلوا محمد صلاح من الشركه الراعيه او اعلانيا لازم يبقوا عارفين ان له راعي اخر. الراعي الاخر ده اللي هو ليفربول والشركات، فلازم لازم لازم كنت تتكلم معاها وتتكلم مع الوكيل بتاعه وتتناقش معاه وتتفاهم معاه، تاخد حقك والتانيين ياخدوا حقهم. صحيح. انما انت مش انت الاشطر وانت الاذكى واسلوب التزاكي والفتاكه والفهلوه ما تمشيش، لان احنا اول مره يبقى عندنا لاعب بحجمه ومستوى محمد صلاح ويبقى عنده شركات راعيه وبتراقب كل خطوه بيعملها. طيب بس انا شايفه ان في استجابه من اتحاد الكوره، يعني انا شايفه ان هو اول ما طلع اشتكى فعلا كل الطلبات اللي هو طلبها اتنفذت زي ما هو عايز بالظبط، فهو واضح ان هم بيحاولوا ان هم يتاقلموا على وجود لاعب محترف زي محمد صلاح. هم لازم يعوا الحكايه دي، ما جايز ان يتالق بعد كده وابقى عليه كده. ولذلك الوزير قابل الوكيل محمد صلاح وده حتى يعني نزل لمستوى هو المفروض يقابل محمد صلاح او رئيس اتحاد الكره الاعلامي، هو ما يقعدش مع الوكيل. يعني الوكيل ده رجل دون المستوى، يعني ينقل معلومات، يخاطب اتحاد الكوره بالايميل بالفاكسات باي طريقه. لكن انتوا وصلتم لان انتوا ظالمين الراجل ومش مديونه حقوقه وبتضروه. يعني انت بتجيبه وبيلعب وبيضحي وبيعمل بتضره. يعني ما هو لازم يبقى لازم اتحاد الكوره يتفاهم مع الوكيل ومع رعاة محمد صلاح في ليفربول، يعني يجب معالجة هذا الموضوع، وإلا ما الوزير اتدخل ليه؟ لأن هم عملوا جزء وسابوا الباقي. يعني في حاجات بديهيات دي كانت لازم تبقى معروفة من 10 بتتعمل من 10 15 سنة. إنما أنت بتاخد طيارة خاصة وتسيب نصها فاضي وتسيب اللعيبة، ما أنا شفت وزراء في طيران ما فيش فيه فيرست كلاس ولا فيه بيزنس، كانوا بيسيبوا لهم كرسيين جنبهم، شخصيات كبيرة، شخصيات أنت واخد طيارة خاصة بيك. يعني إشمعنى ما إحنا شفنا صور رؤساء البعثات وقاعدين وممددين وبياكلوا أفخم الطعام، يعني إنك أنت تجيب لعيب وجايبه مصفره 7-8 ساعات وجاي، وبعدين لازم توفر له كل وسائل الراحة. أكيد طبعا. ولازم تبقى حريص على حقوقه. يعني انت ما تجيبوش وتبهدله وتضره مع الفرق اللي بيلعب فيه. طيب خلينا نرجع للنادي الاهلي بقى. نادي الاهلي ولقائه الهام القادم يوم ان شاء الله 23 اكتوبر الحالي قصاد وفاق ستيفر الجزائري في دوري ابطال افريقيا، شايف اللقاء ده اهميته قد ايه؟ وان شاء الله يعني فرص النادي الاهلي قصاد وفاق ستيفر قد ايه؟ ده زي ما بقول لك ده ماتش البطوله. ده ماتش البطوله. احنا لعبنا النادي الاهلي، لعبنا الشوط الاول فزنا 2-0 في الشوط الاول. لسه الشوط الثاني
لكن ده ماتش البطوله. يعني ايه ده؟ هذا هو الماتش اللي فات اللي جاي بالذات ده النهائي المبكر للبطوله. يعني لو الاهلي تخطاه هيبقى الطريق اسهل اذا قابل اول اغسطس الانجولي او اذا قابل الترجي التونسي. ان الاهلي اعتاد على الفوز على الترجي في عقر داره وبيعمل معاه نتائج كويسه في مصر، فالترجي مش مشكله. والجمهور التونسي جمهور معتدل، معتدل مش متعصب بشكل الجمهور الجزائري. بس كارترون قال في تصريحاته ان يعني ايه هو عارف قد ايه الجمهور الجزائري بيساند قوي الفرق بتاعته، وهو بيقول ان هو شايف ان كل الفرق الجزائريه جماهيرها عندها حماس كبير قوي، فده دايما بيكونش لصالح المنافس. شوفي هو عارف، بس اللعيبه هتعمل ايه في الملعب؟ يعني انا هقول لك في كاس العالم سنه التصفيات المؤهله لكاس العالم سنه 2002 اظن كانت في مش فاكر فين في كاس العالم 2002 كانت في ايطاليا؟ لا مش عارف، كانت في اسبانيا ولا لا ده كانت في كوريا واليابان. كوريا واليابان. احنا وصلنا للمباراه لاخر مباراه في التصفيات، كنا هنلعب مع الجزائر، والسنغال كانت هتلعب مع برضه دوله ضعيفه افريقيا. يعني كان المفروض الجزائريين يبقوا حنينين معانا، يتعاملوا معانا باحترام وتقدير، يلعبونا في ملعب 5 اغسطس ولا 5 يونيو اللي في العاصمه وجمهور العاصمه والاستاد الكبير، لكن هم خدونا في مناطق جبلية، مش عارف منطقة تيزي أوزو ولا، خدونا في منطقة جبلية، الملعب ضيق جدا وسيء جدا، والجمهور متعصب وقاعد جوه الملعب، كابس على قاعد جوه الملعب وجنب الملعب، واعتادوا على اللعيبة ويهاجموهم من طريقهم للملعب، وفي عودته وتعادلوا معانا فضيعوا علينا التأهل. يعني هم تعمدوا ولعبوا بحماس شديد والاخر، احنا لا نلومهم، احنا نلوم انفسنا على اننا ضيعنا الفرص. لكن انت كنت تلعبنا على الاستاد الرئيسي، استاد 5 يوليو اللي بتلعب عليه في العاصمه، الاستاد الرئيسي والجمهور يبقى، لكن هو الجمهور والاعلام الجزائري يعني بينه وبين المنتخب المصري صقر شديد جدا، مهما قلنا هم اصحابنا وحبايبنا والشعب الجزائري، والناس في الجزائر بتنسى ان لما اعلنوا انشاوا جبهه التحرير الوطني الجزائري سنه 1954 بتأييد من الزعيم الرائع جمال عبد الناصر اللي ساند الثوره دي بفلوس مصر ومال مصر. وكان في، انا اعرف كان في واحد اسمه نجيب جويفل، كان احد وكلاء المخابرات، كان مسؤول عن تزويد الثوره الجزائريه بالسلاح، وكانت مصر بتدفع مبالغ طائله، واحنا كنا بننتقد نقول ازاي يدفع 30 مليون دولار 40 دول كانوا 40 30 40 مليون دولار دول كانوا ميزانيه الدوله، ازاي ده يصرفها على التعليم في مصر، يصرفها على الصحه، يصرفها في الانشاءات. يعني احنا سندنا الجزائر على قدر والله، ونتمنى دايما نكون كلنا مساندين لبعض. القياده الجزائريه، القياده الجزائريه كانت معانا في حرب 67، بعت القوات الجزائريه شاركت في حرب 67 وفي 73 الرئيس الجزائري دفع. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ محمد، السياسه مالهاش دعوه بالكوره. خلينا نكمل اتفضل. طبعا ما احنا السياسه مالهاش دعوه بالكوره، ما احنا بنقول مواقفنا السياسيه جيده ومواقفهم السياسيه جيده، لكن الجمهور الجزائري، الجمهور الكره مختلف. الجمهور الجزائري، طب ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضه، حتى لو جمهور من نفس البلد يعني بيبقوا ناس قرايب، يعني انا ممكن اشجع فريق واخويا بيشجع المنافس، ويبقى في الكلام في الكوره مختلف تماما عن ان احنا اخوات مالهاش علاقه. طيب انا بس هحكي لك بس الايه، كمل لك بس. فاحنا عملنا كل حاجه معاهم، لكن الجمهور الجزائري ما لهوش علاج معانا. يعني ويوم ما لعبنا الماتش اللي قلت لك سنه 2001 المؤهل لكاس العالم اتعادلنا، والمنتخب السنغالي لعب دوله افريقيه مش عارف ناميبيا تقريبا، فاز عليها 5-0. انت ما مش مطلوب منها حاجه، لعبني في الاستاد الرئيسي وقعدني في جو طبيعي، وقعدني في بعيد عن الجمهور، انما تلعبني في مناطق وهران ولا مناطق جبليه والجمهور قاعد في الملعب والاخره. فالمهم ان احنا مش دي حكايه كده، حكايه للتذكره. لكن انا بقول، لكن انا بقول ان مباراه وفاق الصيف هي مباراه البطوله. صحيح. اذا فاز الاهلي
هيكون الماتش النهائي ذهابا وايابا في امكانياته وفي متناول ان شاء الله باذن الله. فده احنا 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 يعني نتامل ونامل ان النادي الاهلي يظهر دائما. هو مهما يعملوا خبرات لاعبي الاهلي كبيره، روح لاعبي الاكبر الاهلي اكبر من اي مشاعر عدائيه او تشجيع مضاد، روح اللعيبه في النادي الاهلي دي روح النادي الاهلي اللي عاشت معاه من 1907 لغايه النهارده، اللي كان بيفوز بيها في الدقائق الاخيره وبيفوز بيها خارج ملعبه، روح الفانيلا الحمراء، واللي عمل انجازات كبيره في استاد رادس مثلا مع الصفاقسي، مع الترجي، مع النجم الساحلي يعني. فاحنا املنا كبير، لكن المباراه في غايه الصعوبه. احنا عندنا اصابات، عندنا بالنسبه للاصابات عندنا مستشفى في النادي الاهلي مش اصابات، عندنا اصابتين يعني اجايده احسن لاعب وسط في مصر، يعني حاجه قيمه كبيره. نبيل معلول، علي معلول الظهير الايسر ده برضه يعني قيمه كبيره، اثنين اساسيين. صحيح. يعني يا دوب احنا لسه يا دوب المصابين بدأوا يرجعوا، يعني بدأوا يرجعوا، هو ما عادش غير دول المؤثرين دلوقتي. بس دول قوه كبيره. صحيح. يعني اثنين، يعني فاحنا من الاعمده الاساسيه فاحنا املنا في النادي الاهلي، روح ان اللعيبه تلعب بروح النادي الاهلي، خبرات النادي الاهلي في مواجهه الخصوم خارج ملعبها كبيره. احنا بطل القرن وبطل افريقيا، وامكانياتنا وقدراتنا ترشحنا للفوز، واذا اجتزنا هذا وسنجتزه ان شاء الله، وبس نحرص على عدم دخول هدف مبكر في مرمانا، هنبقى الامور جيده جدا. يعني احنا نعتبر ده زي ما بقول لك ماتش البطوله بكل المقاييس. صحيح. طيب استاذ محمد، طبعا كان في قرار سمعنا عنه في الايام الاخيره اللي فاتت ان اتحاد الكوره بيدرس دلوقتي او بيناقش فكره ان هو يعتبر لعيبه شمال افريقيا كلعيبه محليين. طبعا القرار ده او كلام عن القرار ده والاخبار اللي اتقالت عليه ما لقيتش اي استحسان من اي حد في الوسط الرياضي. يمكن كمان دكتور كرم كردي طلع وصرح قال لو انتوا فعلا عايزين تعملوا كده يبقى بالمره صرحوا المنتخب الوطني الاول، لان ده اكيد هيعود سلبا على الدوري المحلي وعلى اللعيبه المحليين. من بعض الاطراف انا بس هسالك سؤال، هداف النادي الاهلي مين؟ ازارو. يعني احنا خلينا نوصل الكوره دي كلها، احنا بنلعب كوره دوري وكاس وافريقيا، وعندنا النادي الاهلي ونادي الزمالك والمقاولين ووادي دجله وانبي، عندهم اكاديميات للناشئين في كل انحاء مصر. صحيح. وعندهم مدارس الناشئين وعندهم فرق الناشئين والفريق الاول، كل الالعاب دي بتنظمها مصر ليه؟ ليه؟ عشان تخدم المنتخب الوطني طبعا، اما يلعب قاريا او دوليا او على اي او الدورات الاولمبيه. يعني حضرتك شايف اصلا ان وجود الدوري المصري ده عشان يخدم على المنتخب الوطني اللي يوم ما يشارك في بطوله مهمه يظهر بشكل فينفق في الناشئين والاكاديميات والانديه، وبعدين تروح تجيب لعيبه. هداف النادي الاهلي وليد ازارو، هداف الزمالك كاتونجو، كان هداف الاسماعيلي السنه اللي فاتت، اللعيب اللي راح الكولومبي اللي راح لعب في السعوديه، هداف الاهلي وهداف الزمالك وهداف الاسماعيلي وهداف الداخليه وهداف بتروجيت، مش عارف هو بيلعب فين دلوقتي، شملس بيكلي يعني هداف برضه، ده هداف الدوري. انطوي جون انطوي هداف المقاصه، يعني كل هدافين الفرق المصريه. طيب ولذلك احنا ما عندناش مهاجم، ما عندناش راس حربه. صح. يعني احنا عندنا عجز في المركز، يعني خدوا وهو اختيار غريب، خدوا من عندنا مروان محسن واخدينه من اصابه، يعني قبل كده ما كانش بيلعب في الاهلي ولا يشارك في مباريات الدوري مع الاهلي، خدوه لان ما عندهمش مهاجمين. بعد كده بعد ما لعب شويه اصيب تاني، واصيب في مباراه المنتخب وما لعبش من وقتها، بدا لسه يلعب واخدينه تاني. فانت ما عندكش مهاجمين لما تبقى هدافين الفرق الرئيسيه اللي الاهلي، الزمالك، المقاصه، سموحه، بتروجيت، كلهم اجانب. فانت فده يعني 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 هو في حاجات دول بتاخد فيها قرارات زي ايه؟ مثلا دول كتير يقول لك ممنوع استخدام حراس مرمى عشان يبقى عندنا حراس مرمى، احنا لو فتحنا حراس المرمى مش هيبقى عندنا. في ناس دول بتقول لك نمنع المهاجمين، لا بس هي مساله مش منطقيه. لكن
ادي ده الهدف الاول. الكوره بتتعمل في مصر وفي العالم كله وفي اي بلد، الدورات المحليه عشان تخدم على المنتخب، عشان المنتخب، منتخب هيشارك في الدورات الاولمبيه، هيشارك في بطوله كاس العالم، هيشارك في الدورات القاريه اذا كانت يعني اوروبا وافريقيا او اسيا. اوروبا واسيا صحيح، واخد بالك؟ لما احنا نيجي نجيب لعيبه من بره ويبقوا هم الهدافين وهم اللي كذا، وبعدين في الناس مش فاهمه. هو اولا قرار اتحاد الكوره اللي اقترح هذا القرار السيد وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، وهيطبقه في بلده. تونس هتعتبر في الشتاء القادم اللاعبين من دول شمال افريقي غير اجانب، هيعتبرهم محليين، تونس هتطبقه. لكن هنا وليده زي ما انت قلت في بدايه البرنامج قال ان احنا ما اتفقناش على كده، ده فكره اتعرضت، وجي الكابتن عصام عبد الفتاح قال الكلام ده. هو قاله ان ده تم مناقشته، ما قالش ان احنا هنطبقه، فالاعلام خد الخبر منه او التصريحات وشوهه، فالاتحاد المصري لم يناقشه ولم يفكر فيه. وأهانة بريدة أكد إن إحنا بالقواعد اللي بدأنا بيها اللوائح الموسم لازم ننهي بيها، وعندما سنصل صحيح في الصيف القادم مش هيقدر يطبقه، لأن الناس مش فاهمة حاجة. في حاجة، لعيبة المغرب العربي الفرز الأول فيهم بيروح إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، ده الفرز الأول أكيد. الفرز أي لاعب في العالم بيبقى في أوروبا، الفرز الثاني بيروح السعودية والإمارات والكويت، فلوس كتير. فأنت مش هيجي لك الفرز الأول، اللي أنت هتجيبهم لاعبين الفرز الثالث أو متوسطين. ما أنت لما تشوفي، بس ده لا ينطبق على وليد أزارو ولا على المعلوم، الدوري الإنجليزي اللاعب اسمه فقير في الدوري الاسباني، صحيح. سامي خضيره بيلعب في اليوفي، كان بيلعب قبل كده في ريال مدريد، فالفرز الاول منهم مش هيجي عندنا، يطلع على اوروبا. فانت مش هتجيب لعيبه تستفيد منها ولا يحسنوا لك الدوري ولا الناشئين او اللعيبه المصريه يستفيدوا، التانيين عشان الفلوس. يعني بغداد بنجاح ده اللي هو الجزائري بيلعب بياخد 4 مليون دولار، صحيح. في السعوديه في قطر، لا هتقدر تجيب الفرز الاول ولا الثاني، هيجي لك اللعيبه اللي زي اللي عندنا. واذكر ان احنا فتحنا الباب قدام السوريين، في كام لاعب سوري في الدوري المصري؟ لا، في كام لاعب سوري نجح او نفع في الدوري المصري؟ يعني في ناس جم ومشوا ومحدش سمع عنهم ولا شافهم. يعني هو مؤيد العجاني اللي لعب في الزمالك ومشوه، والشامي جه الاهلي برده ومشي ومحدش شافه. عندنا مين؟ واللي جه عندنا الاهلي جه اسمه الشامي، كان اسمه الشامي صح يا جماعه؟ محدش شافه. مين اللي بيلعب عندنا؟ احنا فاتحين قدام السوريين وما نجحوش، لان برضو منهم ناس بتشتغل في الصين، واحنا حاولنا نجيب واحد منهم ما جاش. صحيح واخده بالك؟ عمر الميداني. ايه؟ كان اسمه عمر الميداني. النهارده انت عندك الفلسطينيين، ما احنا بنعاملهم معامله المصريين، كم لاعب فلسطيني عندنا؟ عدد قليل جدا، صحيح. فانت لو فتحت الباب حتى مش هتجيب غير الفرز الثالث، لان الثاني ما تقدرش تدفع ثمنه ولا الاول تدفع ثمنه، وهم لهم وجهات اخرى. صحيح. شكرا ليك استاذ محمد سيف الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط، نورتنا النهارده في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجود حضرتك معانا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله، لا بعد بكره باذن الله، في حلقه جديده من كلام في الميديا. في بكره حلقه؟ طيب في بكره حلقه، كان احتمال ما يكونش في حلقه عشان الماتش الودي، لكن لا ان شاء الله بكره هنكون معاكم الساعه 5 في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد جدا عليكم باذن الله.